مرحبا بكم بمدينة إكران صباح اليوم ثلاثة 26 نوفمبر 2020. هبطت الثلوج على مدينة إكران منظر رائع صباح هذا اليوم. نشوف كيفما هذه المناظر الخلابة لتهاطل كميات وافرة من الثلوج على مدينة إكران صبيحة هذا اليوم. بعد غياب الأمطار والثلوج منذ ساعتين نستبشر خيرا هذا الصباح بتهاطل كميات كبيرة من الثلوج على المدينة الجميلة السياحية العالمية مدينة إكران. اكتشف صباح هذا اليوم الضياء. نترككم اليوم اعزائي على هذه المشاهد الرائعه التي نتمنى ان تتكرر في المستقبل القريب. تابعوني في هذه الجوله الجميله. Thank you.